هرجعك يا استاذه سام، بالنسبه للواقعه اللي انا قلتها من شويه وغيرها من الوقائع اللي الناس بتتخانق دايما مع بعض فيها عشان الفيسبوك، عشان انا بتقعد مثلا، يعني غير موضوع رشا اللي بعتت لنا المشكله بتاعتها، يعني عندي برضو مشاكل ان مثلا ايه، في ناس بتقعد تفتش مين الفريندز اللي عند خطيبي او جوزي، مين اللي عمل له لايك، طب مين اللي عمل له سمايلي، ومين اللي عمل له قلب، تتجسس. مش عارفه يعني، هو او الفريندز الميوتشوال ما بينه وما بين مش عارف مين، يعني ده ما هو ده ايه ده بقى، يعني ده تجسس اسمه ايه، ده تجسس يعتبر؟ هو بسم الله الرحمن الرحيم. شوف اقول لحضرتك على حاجه، انا يمكن انا قد رايي بيصدم بعض الناس، لكن انا ما زلت متمسك بيه. انا الواقع اللي حضرتك بتكلمي عليها ديت، انا مع خطيبها مش معاها هي في جزئيه معينه. انت النهارده حتى لو انت النهارده مجال التواصل الاجتماعي مفتوح ليكي، ماشي، انا ماذا يضرني ان انا يقتصر اصدقائي او اللي هم المعارف، يعني انا النهارده عشان ابعت فريند كويست الواحد انا معرفوش، انت يعني انا عايز افهم، ما هو خلاص بقى صديق ليكي على الفيس ما تعرفيش عنه اي حاجه، سيبك انت من المضايقات او خلافه، يعني انت هتستفيدي ايه؟ ما تكسري حد العلاقات بتاعتك، ده طالما سمح لك بانك انت يكون ليكي حساب على الفيس خلاص، ايه المانع ان انا عندي الاسره بتاعتي او المحيطين بيا؟ ممكن ما يسمحليش ان انا يبقى عندي لا، انا عن نفسي انا لا احبذه. طب والعكس؟ من ناحيه، يعني من ناحيه ايه؟ لو هي يعني هي العكس، لا يعني لو للست مثلا. شوفي في ضوابط، احنا بص احنا مجتمع شرقي. ما تجيش تقولي لي بقى العكس والراجل، طب ليه اصدقاء على الفيس؟ انا بسالك يا استاذ عصام، بص معايا اقول، ما انا ليه؟ بقول لك انا مجتمع، ما هو مش كل حاجه هتباح للراجل هتباح للست. يا سلام، على فكره عشان تبقى في الصوره، مش عايزين يعني بقى ايه ننط بقى على حته ده مجتمع ذكوري او مش مجتمع لا ذكوري مجتمع او خلافه. لو انا النهارده بصي، طب لحظه يا جماعه، في بس خط نسمع احمر بعض عشان مفروض ان انا ما اتجاوزوش. انا النهارده عايز افهم حاجه، انت النهارده عشان تعملي فريند كويست لحد انت ما تعرفوش وعشان يبقى صديقي، بصي خراب الاسره المصريه من يوم ما الفيس ده طلع. طيب صدقيني، ماشي اوكي، انا يعني حكايه انا عارف ما انك انت حد ما على الفيسبوك انا ما اعرفوش، دي انا موافقاك فيه. طيب عارف ايه، انا موافقاك لسه ما اتكلمتش. طيب استاذ ايهاب، عايز اعرف دلوقتي بس حضرتك شايف بقى ان دي، يعني وانا عارفه برضو ان حضرتك يعني بتعمل في مجال الارشاد الاجتماعي او الارشاد بين الزوجين، هل يعني دلوقتي انا المشاكل اللي بتحصل انا شايفاها يعني في وجهة نظري المتواضع ان دي بسبب ان انا طول الوقت انا اللي بدور على المشكله، انا اللي بدور ايه اللي بيحصل في تليفون جوزي او ايه اللي بيحصل في معارفه او العكس، في حدود المفروض يبقى فيه، يعني هقول لك بصي هحسب لك الموضوع في نقطتين.